يا عيني عليك يا رشوش على الصباح يا عمي، والله نسوة. ولك نوال، ولك الله ينزع صباحك مثل ما نزعتي صباحي. منيحك انه انت ما بتحسي. صار لي ساعه عم دقدق وصار لي ساعه عم حاول صلح الباب، ما بتطلعي مين فات مين اجا مين راح. مو معقوله انت يو، عن جد مو معقوله. يعني انتي مثلا شي حدا جاي على البيت؟ انه ما خطر لك تقومي تشوفي مين فايت على بيتك؟ ولك يلعو قلبك مثل ما لعيتي قلبي. يعني مين بده يكون غيرك؟ مين اختصاصه يزعجني غيرك؟ اذا هيك اقنعتيني. ايه، وليش هالخبيط كله من عند هالصباح؟ والله كنت عم صلح لك هالباب المنزوع، مو ملاحظه انه من اسبوع ما عم يقفل مثل الخلق والعالم؟ اوف، وليش هالحرص كله بقى؟ هاتي لنشوف شو متوقع اليوم. اليوم يا معلمتي متوقع شيء خطير كتير. اوف، وشو هالتوقع بقى؟ يا ستي الله العليم الله العليم، اليوم رح نتعرض لهجوم. جرثومي ولا كيماوي؟ لا مو جرثومي ولا كيماوي. عن جد بلا مزح معلمتي، لانه انا عم بحكي جد، التوقع اليوم حيكون اما سرقه او قتل او خطف وما الى هنالك. تشا عن جد خوفتيني. طيب شو لازم نعمل؟ حذر واجب. معناها بضل غير حل واحد، انه احكي مع شي شركة سيكيوريتي يجيبوا لنا جهاز انذار. طولي بالك معلمتي. بالله، وبلكي اجى الحرامي شو بقول له لحظة استنى الست رشا لسه ما لقيت فكرة. لا معلمتي لا، غلطانة، الفكرة موجودة والتنفيذ علي، اعطيني شوية وقت، بيكون جهاز الانذار مزروع حول البيت كلياته. طب شو ناطرة ما تروحي تجيبيه؟ يلا. لا، وين بدك تروحي وتتركيني؟ معلمتي لا تخافي، لانه ما في حرامي بالعالم كلياته بيجي يسرق الساعه 9 الصبح. طيب وبلكي ما كان حرامي، بلكي كان قاتل. والله غلبتيني، بس لا تخافي، حتى لو كان قاتل انا بنتقم لك، لا تخافي معلمتي. حبابي عادي. خلاص نضبي. انا رشا. طب احكي لي الجهاز وينه وشو شكله؟ هلا روقي لي حالك، ساوي لك نفس ارجيله وبقعد بحكي لك على هذا. يلا شوفي يا ورايا هالبنت، رشا احكي لي. ريحي حالك ولا غفله. قولي
شان؟ هلا نحن عن جد صرنا بامان ولا انت هيك عم تقولي لي مشان تطمنيني؟ لا طمني بالك لانه نحن عن جد صرنا بامان، لا بقى تخافي. لك لا انا ما خفت على حالي، انا خفت عليكي. لا الا عم تضحكي؟ يعني مو مصدقتيني؟ بصراحة يا معلمتي بدون كذب ماني مصدقتك. لك أنا عن جد حسيتك خايفة ومرعوبة، مشان هيك خفت عليكي، وباعتبارك مسبعة الكارات، قلت إلا ما يكون عندك شي نقطة ضعف وكشفناها إنك خويفة وجبانة. ليش يا معلمتي يا حبيبتي؟ في حدا بالعالم كلياته ما بيخاف؟ إيه أنا. عم تضحكي؟ إيه ماشي رح أثبت لك. تفضل اثبتي. ايه لا مو هلا، بس لحتى تحكي لي عن هذا الجهاز لانك طلعتي لي روحي. يا ستي هذا الجهاز حساس لاي حركه مريبه من اي شخص غيري انا. يعني هذا الجهاز بيعرفك؟ بيعرفني؟ حبيبتي هذا الجهاز له حساسات بتشتغل على اقل حركه، وبما انه حضره جنابي انا الوحيده اللي بطلع وبفوت من هذا البيت فولفته علي. مع اني ما فهمت شلون، بس في سؤال مهم، يعني هذا الجهاز على شو بيشتغل؟ على غاز، على مازوت، على كهرباء، على شو؟ لأنه إذا بيشتغل على غاز فالمصيبة كبيرة، وإذا بيشتغل على مازوت فالمصيبة أكبر وأكبر، وإذا بيشتغل على كهرباء فالمصيبة كبيرة كتير كتير، لأنه الحمد لله كله مقطوع. حاسبتها وحياتك، هذا الجهاز بيشتغل على شيء متوفر دائما وغير كل شيء ذكرتي، فطمني لي بالك. يا خوفي يا رشا هالجهاز يزمر وما نقدر نتصل بالشرطة، مشان هيك نحن لازم نحط عنا أسلحة مشان إذا صار معنا أي شيء منكون جاهزين. لا تخافي، هذا الجهاز من مزاياه مو بس إنه بيزمر، هذا الجهاز بيحميكي وبيحمي بيتك، يعني الحرامي لما بده يفكر يفوت على هذا البيت بيتشوه قبل ما يدوس العتبة. أوف 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 لهالدرجة؟ بتعرفي يا رشا أنا ما بندم إني ما تجوزت غير مشان هيك حالات، يعني هلأ لو نحن عنا رجال بهالبيت قديش كنا حسينا بالاطمئنان وبالاستقرار وبالأمان قديش. بالله شو؟ وإنتي الصادقة أنا اللي كنت رح ضل عايشة برعب شديد، يعني أكيد رح يضل عم يتحركشني وعم يتطلع فيني، ويلي سمعتي ويلي خايفة منك من إنك تكوني عم تشكي فيني لا سمح الله، وإنتي يا معلمتي أكيد وقتها رح تضلي شاكة فيني ورح تضلي غيرانة مني، مشان هيك رح تقلعيني بالأخير. فلا حبيبتي خليكي بالجهاز تبعنا وشيلي لي فكرة رجال من بالك. الله يوفقك. يخرب بيتك، تعرفي والله حسيت بالغيرة. ها شفتي شلون؟ بقى هذا الجهاز لا بيطلع على حدا ولا بيخون حتى ولو قطعوا له أسلاكه. شلون ما بيخون بقى؟ يعني ولاء الأول والأخير لإلي أنا. لك والله لبكتيني، يعني شلون الجهاز بيميزك عن غيرك؟ من الريحة ولك جذبة. وجهازك بيميز رائحة العطور كمان؟ وبالله الله يسلمه هذا الجهاز شو نوع البارفان اللي بيفضله؟ مو بارفان ريحتي أنا. حدا قالك إنك فاصلة؟ إيه كتار قالوا لي إني فاصلة. وشيلينا هلأ من الريحة لأنه فوق مستوى تفكيرك معلمتي، خلينا بالجهاز. هذا الجهاز سريع كتير كتير كتير، فوق إنه قوي وحساس وصوته بيرعب الميت. يا ستي إن شاء الله ما يخزلنا. علمت الجبانة. تعرفي معلمتي حاسة هلأ إذا بنذبحك ما بينزل منك نقطة دم. فشرتي، أصلا أنا من لما كنت صغيرة كانوا يقولوا إنه أنا قلبي حديد. وليش بقى؟ لأنه لما كانت تنقطع الكهرباء كانوا يجتمعوا أخواتي كلهم بمكان واحد وأنا اللي كنت روح جيب ضو الكاز. ليش كنتوا تضوّوا على الكاز؟ إيه ما أنا أبي بيشتغل بحقول النفط ونحنا كنا ساكنين بمنطقة صحراوية وكان أقرب بيت علينا بيبعد شي 3 كيلومتر. يا لطيف. كنا ماشيين أنا وأخي بالصحراء وكانت أمي عم تطلع وكنا رايحين ننادي له لأبي، فجأة ما بشوف لك غير هالرمل بلش يتحرك. أخي خاف وركض وقرب علي. هلأ أنا شفت الرمل عم يتحرك بس ما شفت شو يلي عم يحركه لهذا الرمل، اطلعت هيك ما شفت لك غير حية من لون الرمل، قلبت راسها هيك وفتحت تمها هيك وصارت تعمل خلص معلمتي شو ساويتي؟ أنا زتيت أختي على جنب ومسكت حجرة كبيرة وضربت على رأس الحية. بلش الهجوم
عليك. عادي 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 عادي، روحي روحي روحي. المسيطر على الوضع، مسيطر مسيطر. وهي سكرت لك الجهاز. وليه معلمتي وليه نوال؟ انه شلون بتطلعي بالصحراء مع اخوك وبترمي اختك وقت بتشوفي الحيه؟ إيه لا، اخي اللي كان معي، لان بهي القصه امي كانت عم تطلع باختي ولاء، اما بقصه العقربه كانت عم تطلع باخي سامر. انه كل قصصك بتكون امك عم تطلع فيهم مثلا؟ إيه، ما امي كل 7-8 شهور بتكون عم تطلع. معلمتي إيه شو هالكذبه هاي؟ تخنتيها؟ لا والله، نحن عن جد بالبيت كلنا سباعيه، يعني هي بتكفي الأربعين منهم تطلع حامل منهم. اقتنعت. ولأمتى ضل هالحكي يا بعدي؟ 50 عاما نزدادوا شبابا. هالقد بصراحة أنا كثير ناصاني، بس ماني قدرانة نام. وكلي الله يا معلمتي، يعني ما رح يصير غير اللي الله كاتبه، إن شاء الله ما بصير علينا شيء. لك يا حبيبتي أنا ماني خايفة على حالي، دخيلي كلها موتي، بس يعني أنا عم فكر بهالرزق، يعني عم أقول لحالي لو جبت لي شيء ولد يستفيد من هالرزق مو كان أحسن؟ غلطانة، بلكي يا معلمتي طلع هالولد عاق واخذ كل مصاريكي وزتك بشي دار عجزه وقعد يتمردح بهالبيت هو ومرته. ولك ان شاء الله بتتمردح على سكه قطار وما بيكون معه فرامات منيح. مين هي؟ كنتي. ومين اللي ما معه فرامات؟ سائق القطار. وابنك؟ ابني؟ ايه بلا، ان شاء الله خلفت جربوع ولا خلفته. يا بلش الهجوم. شو هذا؟ هجوم بني ولا بحري؟ معلمتي هاد جهاز الانذار. كلب؟ كلب. مو بيقولوا كلب هذا صديق احسن من شو اسمه؟ كلب صديق احسن من صديق كلب. هذا هو ايش ما سمعتي؟ شو؟ انا عم الف كتاب بعنوان تعلم حمايه نفسك ب5 ايام. بالله؟ وانا عم الف كتاب اسمه وقلع خداتك خلال 5 دقائق. سجلي يا سهى، سجلي سجلي. يلا. فاجعة عند غسق الفجر. الفجر. فاجعة بين خيوط الليل. الله، هذا كان كثير مأسفيني هذا المسلسل. الليل. فاجعة زوجية. زوجية. حطي عندك فاجعة على ضوء القمر، هذا إنتاج مهم. ضوء القمر. فاجعة بين الحجارة. الحجارة. مهم، ديكور كثير مهم. حلو. فاجعة بين النجوم. النجوم. بدنا نحط، عم فكر كمان هذا آخر جزء. فاجعة الفواجع. هذا 3 أجزاء اللي عملناها بالأخير. فاجعة الفواجع. أيوة سجلتيهم. تمام. هذا مهم كمان إنتاجيا، هدول كلهم لازم ينزلوا بالمهرجان. لكن خير. إجا الأستاذ. مرحبا. أهلين أستاذ. أهلين أستاذ. أهلين أستاذ. أهلين أهلا. تعال 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 عنا. خلي خلي. اخ، كل واحد له ذكرى خاصة عندي. كل شريط له عرقه الخاص، له جهده، له تعبه. تعبنا يا استاذ تعبنا. يا الله يا الله، شو بذكرني هذا؟ يا الله يا الله. هذا فاجعة عند غسق الفجر، هذا مهم. نصه 3/4 خارجي، تعبت كثير. ايه وين صرتوا انتوا؟ استاذ انا حنا سجلتيهم سوا. ما استاذ عيدي لي اياهم، عيدي لي اياهم على السريع بس. الله يرضى عليك، حافظهم. لانه فجعة بين النجوم، فجعة على ضوء القمر، فجعة عند غسق الفجر، فاجعة الليل، فاجعة زوجية، فاجعة الحجارة، فاجعة بين النجوم، فاجعة الفواجع. وينهم؟ لا لا ليه مو مسجلوا؟ 3 أجزاء عملنا استاذ. والله ليكوا اخر واحد. اخر واحد سجلي، اول واحد. طيب سجلي فوق أول واحد. فاجعة الفواجع. استاذ وهذا اللي له ذكرى خاصة على قلبك، فاجعة بين خيوط الليل. يا الله سجلنا. ليك لحاله. يا الله يا الله. حلو حلو. ايه شو هلا بدهم هن بس 3؟ استاذ بدنا ننزلهم كلهم.
مو راضين ما بصير استاذ تعبانين ما بدهم بدهم ثلاثة بس المهرجان طالب ثلاث أفلام يعني ثلاث فواجع والفواجع الباقية كلياتها ما بدهم إياها غلط استاذ هيك بفشعونا فشع شلون لك ها؟ ما بعرف فشعنا بكل هالفواجع آخر شيء نزلنا ثلاث فواجع ما بيصير استاذ عندك أنت طيب أقنعتهم أنت حكيت معهم إنه نعطيهم ستة سبعة أقل شيء عشرة استاذ أنا حكيت معهم ناخذهم كلهم إلا بدهم إدارة المهرجان شو قالت؟ أنا قلت بدي نزلهم كلهم يصطفوا إيه وأنت شو؟ والله يا استاذ أنا رأيي من رأيك آه نزلوا كلهم استاذ كلهم بننزلهم لانه هذا مهم بالاكسسوار هذا مهم ديكور هذا مهم انتاج طبعا مهم طبعا عم بقول لك كل واحد له هيك وقعه الخاص فيني لك كل واحد له جهده وله تعبه وله عرقه وله يا الله لك يا الله يا الله فاجع بين النجوم اسال الله اسال الله بقى شو بدنا نفجع شو بدنا نعمل هلا شو بدنا نعمل اجتماع روحي لهونيك سؤال شو يلا بدو أدا شوي شوي على مالك الله الفواجع افتح لي على أبو عاطف أبو عاطف صحية أبو عاطف فلافل أبو عاطف نجار أبو عاطف سمكري هل هذا اللي يقولك آه أبو عاطف انت أبو عاطف انت سمعني ده بيستاذ الله ألو أنا أبو عاطف إيه لا دقيتك والله بعرف حكيت معك اليوم مرتين ثلاثة مشان مهرجان شلون؟ لازم نشارك؟ يا أبو عاطف حبيبي شوف أنا إلي تعب وجهد بهي المسلسلات اللي اشتغلتها مو بس أنا وكل الفنانين وكل الفنانين وكل رفقاتي وكل واحد بالشركة إله تعبه ما بفرط ولا بواحد منهم أبو عاطف معلش يعني أنا بدي أتخذ قراري وخلاص ما رح شارك بالمهرجان مثل ما عمل لك رح قاطع المهرجان ايه ثلاثة ما بقبل يا بيحطوهم كلهم يا خلاص قراري اتخذته مقاطعة المهرجان ولا بخسر فاجعة من الفواجع ايه الله معك يا الله معك الله شو استاذ خلاص قطعت المهرجان نهائيا ولا فاجعة لا يا استاذ الشغلة بدها زكا يا الله يا حدة لإمتى بدنا نضل هيك؟ لك شلون يعني؟ ليش شو صاير؟ وكمان عم تسأليني شو صاير؟ انت فيكي مخ ولا لا؟ عن جد شو صاير؟ لك تضرب عيشتي وعيشتك ايه؟ لا حبيبتي معلش اذا مشان عيشتك تضرب تصطفلي بس عيشتي انا عاجبتني هيك لك يا حدة ومن قلب محروق كمان اصلا نحن لو منفهم منظبط وضعنا مثلنا مثل هالبنات وكنا هلا حوارنا كالتالي انا وياكي كيفك حده حبيبتي مشتاقه لك نواره شو اخبارك الحمد لله كيفون جوزك وولادك ان شاء الله بخير طبعا انت بتجاوبيني وبتقولي لي الحمد لله مناح ببوسوا خدك بترجعي بتساليني شو بتقولي لي طيب وانت كيفون جوزك وولادك بقلك انا والله الحمد لله يا حده الحمد لله هالكيني والله طول النهار ما عم بقعد ولا عم لحقلن ولا اي شيء نهائيا لك ايه مثل ما عم قلك يلا مثل ما بدك رح سايرك اسمعي لقلك لكان ايه كيفو اخي صحي شو بدك تسمي ابنك الكبير ولا ما بعرف شو بدي سميه يصطفل خلي هو يسميه لك هلا اهم شي هو يجي الزلمة وبعدين منفكر باسم الاولاد قلتك لكن كيفو اخي ابو شاهر ابو شاهر حدي منين جبتي لي هالاسم شو شايفتيني قاعدة بالضيعة عندكم؟ يا الله كيف بتنزعي كل الشغلات؟ خلاص مرقيها هالمرة وجاوبيني لك عدمني يا حلي انت واللي بياخد وبيعطي معاكي الحق مو عليكي الحق علي قاعدة معك يعني بدك نكمل ولا لا؟ لك مبلا لك بعت لك حمى يا حدي تمسكيني من ايدي اللي بتوجعني ايه شو طابختي لنا اليوم؟ والله الولاد قالوا لأبونا يجب لنا جاهز اليوم ان شاء الله صحة وهن
لك آه يا حدي، معقول يكمل معانا الحظ نجدها فعلا عرسان أغنية؟ ايه، ومليارديرية، ونروح وين ما بدنا ويعطونا كل يوم شيكات. ايه، ومننزل انا وياكي على هالسوق ونعمل شوبينج كل يوم، ونشتري بارفانات ومكياجات وتياب من كل الماركات، ما نخلي ماركة الا ونشتري منها، ونروح على كل الاماكن اللي مشتهين نروح عليها، ونفطر انا وياكي شي بالشلاتون شي بالمرديان شي بالماسة. لك ايه، ومنتذكر هاي الايام ومنضحك عليها. ايه، وبنروح لعند بعض وبتعزميني وبعزمك، ومنروح على الروتانا كافيه. يا الله شو مشتهيه اشرب لي شي فنجان قهوه بهالروتانا كافيه. بتعرفي ما بدي شي بالدنيا غير روح لهنيك واشرب قهوه. لك ايه والله، شلون راحت من بالي الروتانا؟ اصلا اهم شي الروتانا والفور سيزون كمان. بالله لا تنسي لي اياها هي. حزري، شو رايك نعمل قائمه بالاماكن اللي بدنا نروح عليها أنا وياكي بعد ما نتجوز، مشان بكرة بس تجوزنا ما يروح علينا ولا مكان ولا نكون نسيانين شي، شو رأيك؟ إيه والله هيك لازم نعمل. ولا قلك لا، ما منسجل شي هلا، منتركن لبعدين، بركي طلع محلات هيك فخمة وأكابرية أحلى من هدول. والله كلامك منطقي ومعقول، فيها وجهة نظر، ننتظر شوي أحسن. لا يا ستي، ما بصير ننتظر، منسجل اللي منسجله وبعدين بس يطلع محلات هيك فخمة وأكابرية وكلاس من مستوانا منضيفهم للقائمة. صح كمان بصير. لكن أنا قايمة جيب لك ورقة وقلم مشان نبلش. اخ يا ولوخ، اخ اخ عيني عيني عيني، اخ يا ولوخ عيني. تركني يا ولوخ عيني. شلون تسمح لهم هيك يعملوا معه؟ شلون اسمح له؟ شلون يعني بدي اسمح له؟ اربعة علي بس لأني قلت له ما بحبها. لك ما بحبها والله العظيم ما بحبها، بدي طلق أخي، بدي طلق، ما بحبها يا مخلوة. لا ساعدني، بعرفك مشراني، بعرفك قبضاي وحياة جيجي. اسمع لشو عيني، يعني كتار إن ما بتفاهموا، يعني شغلة طبيعية إنه أنتوا ما بتفاهموا إنه يكون بدك تطلق، بس لشو هذا العنف كله؟ بعرف إنه عادي، بس هن كل ما أفتح السيرة معهم بوكس ياخذني على اليمين وبوكس ياخذني على الشمال، ما بتلاقيني بالفجر وانت معك شايفني هلا. يا باطل، لسه موجود هذا العنف؟ لسه موجود هاي القسوة؟ شو هالولاد الحمى اللي عندها؟ شو هالعيال اللي اخذ منها؟ الحق عليك انت. بدي طلع، بدي يخلص. عم شو مشان مين هذول طلعوا؟ عين وحدة ما عم بدها تركز كمان. طب ليش انت ما بتروح لعندهم وبتوقف قدامهم وبتحكي كل شي بدك اياه بدون اي قيود واي سلاسل واي جدران عازلة بينك وبينهم؟ يا اخي بالحوار بيمشي الحال، شو المنظر هذا؟ هذا اللي انتو اخر شي قوي عنه. شو هو هذا شو اسمه؟ الحوار. لك ايه، بدي ركبوني عليه وكل شوارع الشام بدي يمشي على ظهره.
عملك بديل؟ طول مالك عايش بهالبلد طلع فيني شوي. ركز. شلون بدي ركز بعين وحدة؟ حاول تركز بعين وحدة. اتدرب على انك تركز بعين وحدة من يوم رايح. لانه انا حاسس لك اذا ما وقفنا ضدهم لهدول العالم رح يضلوا كل يوم بوب بوب بوب. والله عم نروح لعندن بحكي معهم بحكي بس بطاف ليك. طلع جسمي كيف عم بطعف. ما انك عايش بهالبلد انت لك هدي. روح اشتكي. روح وقف هيك. اشتكي؟ احكي كل شيء بدك اياه. لا اكيد ما راح اشتكي. ما راح اشتكي. غير كل شيء يا بديع. هلا صار فيك توقف وتقول كل شيء بدك اياه. تحكي كل شيء جاي على بالك تقوله وتقول وتقول وتقول. شبك هيك مثل المساطيل قاعد ومتزحزح ومتحرك. اخ يا نفيفة لك كل عمرنا عم نسمع عن هذا التعبير ببلاد برا. لان عنا هذا التعبير مو دارج بلوك. لك بخافر وعبر. والله بخافر وعبر عنده رجي عبروني. هذا كان زمان حبيبي. هلأ صار فيك تقوم وطالب بحقك قدامن وقدام غيرهم. وهلأ وبكرة ولبعد 100 سنة لازم تاخذ بتارك منه لهدول الجماعة اللي عملوا لك وجهك هيك يا بديع. عم تحكي مزبوط. والله عم تقبل ليش نوع حالي بعد. مثل ما عم قلّا ليش نوع حالي. انت لازم تنطفد وتقوم توقف في وجهه هيك وبتقول له انا صاحب حق. والله يا رفيف ما بيطلع معي. لك مشرعيين كتير كتير مشرعيين. وانا زلمة اللي بمشي لحد الحيط. بقول يا ربي وين الخيط؟ لأن الخيط ما عم لاقيه. بدي راس الخيط ناس. شبك مثل النسوان عم بتنو. عم قلك انت صاحب حق. هذا الحيط الحيط انسالي اياها. البلد تغيري. صار فيك تقول عن كل شي مضايقك وتحكي كل شي زعجك. جرب يكون عندك شخصية بقى. جرب يكون عندك موقف. موقف شو اللي عم تحكي عنه؟ مثل ما عم قلك موقف وبس. يعني كمان ناصية وعلي هي سكينتك. يعني هلا انا صار فيني عبر شو ما بدي بعمل. بقلب الشارع بصرخ وبحكي وكل رأيي انا. لك قوم انهض وادخل التاريخ من اوسع ابوابه. بس رفيف تحمست كتير انا ترى. كتير تحمست. كتير منيح هذا الكلام. تحمست. لك تحمس. تحمست. تحمس. انا رايح. وين رايح؟ لك رايح عبر عن رأيي. في شي كتير ضروري لازم اقلك يا. في شي كتير ضروري لازم خبرك عنه. لك بدي روح. وين؟ كان قربك هنا وحنية وليالي جميلة هنية. طار فيا الأمل بجناحه. طار فيا الأمل بجناحه. ولمست النجوم بداية. بعدك يا عيني عليا. الدنيا بقت مش هي. حفضل كده يا حبيبي يستنى الليالي الجاية. انا استنى الليالي الجاية. تن 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 ما نزل فيني قتل. لأنك خرطي. لك مو قصة خرطي.
مو انت قلت لي عم بلعب رايك؟ ايه شو رح تلعب بلعب راي عند الواد احمد؟ وقفت بالشارع هيك وصرت عيط، صرت عيط عيط اصرخ من قلبي. الله لا يوفقك يا ربي. اخ ما بعرف حدا مات لك عمل فيني كل شيء عمل فيني. شوف اي كمان قوم بعدن عني. الله لا يوفقك يا رفيف. الله لا يوفقك. شو هالولاد الاحمر اللي عليك انت؟ اول شي فكرت حالي هيرو، تعرفوا لهيرو، فكرت حالي بطل. هربوا مني، هربوا مني، دخلوا كل واحد بنايه هيك وطلعوا لفوق. خافوا منك يعني؟ خافوا مني، خافوا مني، ما بعرف ليش خافوا مني بلعبة. حطوا هيك لوين راحوا؟ لوين؟ كل واحد بنايه على البيت. طلعت هيك انا دقني الحماس، دقني الحماس وتذكرتك وانت حسيتك نصار ابن عربي عرفته ما؟ ما كنا نشوفه. حطيتك صرت عيط، صرت عيط وقت ما فيني عيط. الله لا يوفقك. ايه انت هيك علمتني. انا هيك علمتك. قلت له اول شوي من فوق بعدين يكون طلعت هيك انا. شو هذا؟ وانا خايفانين وشعور وجع عاير وعيط. ما خليت كلمة من طفولتي في كلام كثير حابس هوني بحنجر بتعشوا. ايه اجاب كله حابس وطالعته كلياته. في لحظة صراحة بالي 1000 شخص. 1000 حاسك بالي. والله يا شباب شو الكسبة 300؟ والله 300 300 تتذكر بالفلوس. حاجة تعمل 300 تبعوني قتل، تبعوني قتل. فهمت عليك انه اخر قتلة، بس ليش ريحة رجليك طالعة؟ ذبحوني لان صاروا اصلا يكبوا عليها مواد اشرابات شافوها كثير غالية لان. ليك يا مخش مكوشة. شو بدي احكي لك؟ مو مالك بالطويلة شارحة من قصيرة. حطيتك شو سويت؟ شو بتاع بلاك اكل قتلة وبعدك عم تضحك؟ ايه تبا؟ من الزل ولا من الزل؟ كثير مخنوق. بتقلي شوي على صدري. انت الله يصلحك اي عملة بتعملها. انت انا فهمتك عبي، مو تشفتك. هذا اسمه شفترة اللي عامله انت بديل. هي الشفترة هيك اجبار انت بتاكل قتلة. يعني انا اتخيل حالي واحد فايت على حالتي لا 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 عم بعرف بدي حط طول كبسة ونقف الدين قتلة معلم، صح ولا لا؟ لا مو صح. لا صح مو صح. انا صرت مع بيت حماك هلا. انا مع مين؟ مصطفى. انا معلم شفترين. انت وين بيدوا هدول؟ بالشفتوه. ماشي ماشي يا كلاشي. هلا بعرف شلون جيب حقي من مكان بيت حماي. ماشي الله لا يوفقك. انا رايح. قوم روح. رايح. صار بدي كبل الصفاية من ورا ريحة رجلي. شو الناس هاي؟ قال عبر قال هيك بيعبروا.